سميتها سكينة بنت مدينة الجديدة، سلخها بالعصا في دار ديال الدرقاوي في مدينة كازا. هنا ملي كيكون المقابل كبير وملي كيكون الانخراط ديالك على مستوى كبير وملي كتكون الالتزامات ديالك كبيرة وعليك شروط اللي هي كبيرة، كون متأكد أنك ما كتبقى لا عزي ولا رجولة. كتشد بالفراش وتقتي ويا في الفراش. منين فرنسا غادي يبرد على راسها وخا يبان لكم بأن الحل ما كاينش يعني في هذه القضية هذه. ديال ميمي الطقطق أن وقع لها مشكل في ذوك التبرعات اللي دارت، باوي يفالي سي أتوندغ أن جور. إذا كنقول لكم مرحبا بكم في الحلقة 45 من حلقات إسطنبول باي نايت، اللي في هذه الحلقة جايين باش أننا نتكلموا حول معطيات خطيرة ولأول مرة حول المؤامرة اللي كاينة على الفنان سعد المجرد. في النقطة الأولى غادي نتكلموا من وراء مؤامرة الإطاحة بسعد المجرد وحقائق لأول مرة. في النقطة الثانية طالوني وانفصاليين آخرين من مجندي المخابرات الفرنسية في زيارة للجزائر وما هو السبب. في النقطة الثالثة جدل واسع حول مؤثرة ملقبة بميمي حول قضية توزيع المساعدات. هذه الأمور اللي غادي نتكلموا فيها بالتفصيل واللي غادي توضح لكم صورة أكثر. إذا كنقول لكم لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة على أوسع نطاق كالعادة. كنقول لكم مرحبا بكم في الحلقة 45 من حلقات إسطنبول باي نايت، نتلقى مباشرة بعد الفاصل. إذا ونعود للحديث حول القضية أو بين قوسين المؤامرة اللي كاينة على الفنان سعد المجرد اللي شفناه كيفاش مؤخرا تحكم بست سنوات في القضية ديال الاغتصاب المعروفة. أول شيء ملي كنتكلموا على هذه القضية اللي كنشوفوا بأن سعد المجرد حاليا يلقى تضامن واسع من طرف المغاربة اللي كيتضامنوا معاه واللي ما بغاولوش صراحة هادشي هذا اللي واقع. التوقيت ديال هاد الواقعة الإخوة الكرام اللي خصنا ندقوا فيه مرة أخرى، اللي هناك واحد الأزمة فرنسية مغربية. ملي كنتكلموا على فرنسا اللي كتحاول تضغط بجميع الوسائل سواء المشروعة أو غير المشروعة، حنا شفنا كيفاش استغلت أبسط الأمور اللي كاينة. ملي كنتكلموا على أبسط الأمور كنتكلموا مثلا على الملف ديال الفيز اللي شفنا كيفاش أنه المغاربة عاناو وضعت لهم فلوسهم في هذه القضية ديال الفيز، وهادشي كوسيلة ضغطت بها فرنسا على المغرب واللي دارت طبيعة الحال أثار ديالها على وسائل الإعلام الدولية. فكيف بينا ملي غادي نتكلموا مثلا حول فنان عالمي معروف عالميا وجميع وسائل الإعلام الدولية كتكتب عليه، واش بحال هذا الملف ما تقدرش أن فرنسا تستغله من أجل الضغط على المغرب وتزيدوا على مجموعة من الملفات اللي هي كاينة. وحنا بلا شك ملي سمعنا مؤخرا الاعترافات ديالو اللي سمعنا فيها تناول ديال المخدرات، وسمعنا اعترافات اللي كانت جد خطيرة، المسألة ديال المخدرات اللي صراحة أو المسألة ديال أنه يضرب مرأة كيف ما بغات تكون الجنسية ديال الشيء اللي ما يمكنش أنه شي واحد عاقل يقبل هذا الأمر أو لأنه يعني يطبع مع هذا الأمر. المسألة ديال المخدرات اللي الموقف ديالنا احنا معروف يعني في القناة ديالنا كنظلوا نتكلموا على هذه المسائل، فكيف بنا إذا ما تكلمنا حول واحد الفنان اللي خاصه أنه يكون قدوة للشباب كنكتشفوا بأنه تناول المسألة ديال المخدرات وكيضرب امرأة. هذه المسألة اللي هي مرفوضة، ولكن بشكل عام الإخوة الكرام حنا الهدف ديالنا في هذه الحلقة ماشي هو سعد، لأن رغم أنه كاين واحد المؤامرة ولكن سعد عنده واحد جزء من المسؤولية اللي كيتحملها في آخر المطاف. غير كاين هناك قضايا اللي هي خلف سعد واللي هي أكبر من سعد بكثير. ملي غادي نتكلموا ملي كنقولوا سعد المجرد راه ولا في واحد الوقيته يمثل الصوره ديال المغرب، ولا المغرب في واحد الوقيته خصوصا يعني الاغنيه المغربيه ولات معروفه بالاسم ديال سعد المجرد يعني عالميا. فكيفاش في حال هاد الملفات غادي نقولوا بالمغربيه غادي تسقلهم فرنسا وغادي تدوزهم مرور الكرام وما يتمش الاستغلال ديالهم يعني لصالح فرنسا؟ واللي كيبان له حاليا بأن سعد المجرد كما نقول يعني مشى فيها وتحكم بست سنوات، خصوصا ذاك الكلام اللي كنسمعوا بأن القضاء الفرنسي قضاء مستقل وكل هذه الأمور، هذا كلام كيتقال ربما في الجامعات أو في أماكن أخرى. هذه المسائل لا علاقة لها بالعالم ديال السياسة وعالم أزمات يعني السياسية، وكونوا متأكدين إذا ما تم استغلاله من فرنسا من أجل الضغط غير واحد الوقت منين فرنسا غادي يبرد على راسها وخا يبان لكم بان الحل ما كاينش يعني في هذه القضيه هذه. الحل غادي ينزل من السماء، غادي يطيح من السماء هكذا، وغادي تسمعوا بانه وقع الانفراج في هذه القضيه، وترقبوا كلامي في الايام
المقبلة. ولكن احنا قبل ما نمشي ونتكلم على الإخوة الكرام كيفاش مني كنقول مؤامرة، كيفاش درت هذه المؤامرة، شنا هي الأشياء اللي ربما أشرنا لها في حلقات ديال إسطنبول باي نايت قبل 6 أشهر واللي اليوم كتوقع واللي هي أشياء اللي هي خطيرة، وعاد غادي نشوفوا ما علاقة العالم ديال إسطنبول باي نايت بهذا الشيء هذا اللي وقع لسعد المجرد، لأنه أشرنا الأمور اللي هي خطيرة بسبب التتبع ديالنا للأحداث. يعني دازت واحد الأحداث اللي هي خطيرة واللي كانت تنذر بأنه كانت مؤامرة وكانت أعين على الفنان سعد المجرد باش هكذا تقوم بالإطاحة به بقوة. إذا قبل ما أننا نتكلموا أول شيء على الحالة النفسية اللي ولينا كنشوفوا فيها سعد المجرد مؤخرا، اللي ولا في تقلبات اللي هي كبيرة وكبيرة جدا. مرة كتلقاه كيخرج أغاني دينية، راكم شفتوا ربما الأغاني الدينية اللي دار يعني مؤخرا. مرة كتشوفوا يقوم برقصات اللي هي مشبوهة ديال المثليين، ما كتفهمش شنا هو الاتجاه الحقيقي ديال هذا الفنان. فهنا أنا بالنسبة لي حسب رأيي، حسب التحليل ديالي، حسب التصرفات اللي كيقوم بها الشخص، كنقول بأن السيد ربما مصاب بمرض نفسي أو بمرض عقلي، لأن الإنسان راه بطبيعته راه عنده توجه واحد، راه ما يمكنش تجمع ما بين الشرق وما بين الغرب. مرة أنت يا في الدين وفي القرآن وكل هذه الأمور، ومرة أنت يا فليكستخيم عاوتاني في الزاوية الأخرى، وهنا الأمر اللي كيطرح عدة تساؤلات. المسألة الإخوة الكرام اللي حنا يبغينا نمشي لها خلال هذه الحلقة وهو ما وقع في الفندق، شكون اللي اليوم عنده الشك بأن داك الشيء اللي وقع له مع ديك السيدة ما كانش عبارة عن فيلم يحدث، بحال أنك كتشاهد واحد الفيلم كان يقع تحت أعين المخابرات. بلا ما نتكلموا شكون هاد المخابرات، لأنه كاين أجهزة. شكون اللي اليوم عنده الشك في هذه القضية بأن ما وقع لسعد المجرد من الألف إلى الياء كان كفيلم يعرض أمام أعين المخابرات، وديك المسائل يعني كانت كتوقع. ولكن هادشي كنقولوا لكم جزء كبير يتحمله سعد المجرد، لأن كما نقول دائما الفنان كيبقى قدوة وخصو يتحمل المسؤولية ديالو، وخصو يبقى بعيد على كل الشبهات. ولكن الاستغلال ديال الأخطاء ديال هاد السيد هذا في آخر المطاف سيتم الاستهداف بها المغرب بشكل هو مباشر. هنا باش أننا غادي نشوفوا مؤخرا بأن المحكمة الفرنسية بغت أنها تستدعي واحد السيدة اللي كانت عندها سابقة واللي كانت ضحية ديال الفنان سعد المجرد في القضية، حتى هي كان عندها مشكل مع سعد يعني في القضية ديال الاغتصاب. يعني المحكمة غادي تستدعيها، ولكن هاد الشيء هذا اللي غادي يخلينا نرجع شيئا ما الوراء، وبالضبط في الحلقة 22 ديال إسطنبول باي نايت، وهنا الأمر الخطير جدا. وهنا باش تعرفوا الخطورة ديال هاد الشخص اللي كنتكلموا عليه دائما واللي كيبان الناس بأنه تافه، ولكن هو ليس بتافه. هاد الشخص هذا اللي كيقول دائما أنا خليوني بعيد على عالم السياسة، ولكن هو منغمس في عالم السياسة وفي عالم ديال المخابرات، راه منغمس وغارق. قبل 6 شهور كنخرج بواحد ستوري اللي غادي نعرضها، واللي إذا ما رجعتوا للحلقة 22 ديال إسطنبول باي نايت غادي تلقاونا تكلمنا على هاد ستوري قبل 6 شهور، وربطوها معايا في الأحداث اللي كتوقع اليوم. شوفوا معايا ستوري الإخوة الكرام. هذه ستوري نشرها صوفيا طاروني قبل 6 أشهر قبل ما يتزوج بالزوجة ديالو اللي كاينة حاليا. شنو كيقول فيها؟ وصلني فيديو ديال 27 يوليوز ديال واحد المغني كبير، سطروا معايا على كبير، قريب يتزوج تيضرب واحد البنت، كيضرب واحد البنت سميتها سكينة بنت مدينة الجديدة، سلخها بالعصا في دار ديال الترقاوي في مدينة كازا. البنت قالت لي ديكلاري بك، قال ليها ما عندك ما تصوري مني، مهم سكينة اختي الفيديو تيضربك راه موجود، تواصلي معايا نصيفطو ليك وسيري قدمي بشكاية، راه ما عندنا السيبة في البلاد، ولا على الأقل طلبي تعويض. وقال ليها كملاحظة لتحت صوير من واحد كان معاكم في الجلسة العهرية. يعني بلغة أخرى المسألة ديال التصوير حاضرة. بعد أول حاجة ديك المسألة اللي كنديرو دائما اللي كنقول لكم فاصل ونعود، وكتلقاو مكتوبة تما مون بيبي وقضايا التصوير السرية، يعني ما كنتكلموش من فراغ. الأنشطة ديال التصوير متواجدة في كل مكان، ويترأسها المدير العام ديالهم اللي هو للأسف طالوني. جميع البنات ديال الليل وجميع الشواذ ديال الليل الرئيس ديالهم واللي كيجيبوا له المعطيات هو صوفيا طالوني في آخر المطاف. زيد على ذلك المسألة ديال التحريض على سعد. اليوم من هاد الأمور اللي كتوقع، هاد المحاكمة ديال سعد المجرد، كيبان بأن المستفيد الوحيد، استر معايا على المستفيد الوحيد فهاد القضية ديال أن سعد المجرد يغرق مزيان، يعني من ناحية القانونية ومن ناحية ديال الدلائل يغرق،
المستفيد الوحيد هو فرنسا، لأن فرنسا كتستغل أي حاجة كاينة قدامها في هاد اللحظات من أجل الضغط على المغرب. على دابا غير هاد القضية اللي كاينة اليوم ديال غلاء الأسعار، وكتلاحظوا بزاف ديال اليوتيوبر وبزاف ديال المؤثرين كيحاولوا يتكلموا عليها بزاف من أجل إثارة الفتنة. نعم كاين مشكل ديال غلاء الأسعار، ولكن الناس اللي كينفخوا في هاد العافية واش كتظنوا أن المسألة بريئة؟ راه كاين الناس مجندين من طرف فرنسا لإثارة الفتنة داخل المغرب، وكل هاد الأمور كتستعملها فرنسا باش أنها تضغط على المغرب. واش فرنسا اللي استغلت الملف ديال الفيز غادي تسكن القضية ديال سعد المجرد؟ واللي قلنا بأن المستفيد الوحيد أن سعد المجرد يغرق هو فرنسا، واش اليوم صوفيا طالوني ما كيتأكدش بأنه كيخدم الأجندة الفرنسية؟ خصوصا بالزيارة ديالو، إذا ما رجعتوا معايا ونرجع للأمر الخطير، الفيديو اللي هو نشروع الحساب ديالو من زار الجزائر، كيقول لك البوليسي في الجزائر ما كيبغيش ياخذ من عندي الغرامة، ويعني كيعطيه السلام وكل هذه الأمور، يعني حتى السلطة الجزائرية كتعامل معاه بواحد الاحترام. هادشي ماشي كلامي، رجعوا للفيديو ديال صوفيا طالوني، كيقول لك السلطة في الجزائر كتعامل معاه باحترام كبير وكبير جدا، والمسألة ديال أنه كيفاش راه حبوبي وكل هذه الأمور، لأن السيد خدم أجندة وعليه توصيات فرنسية داخل الجزائر. ملي كنقولوا بأنه بنك ديال مجموعة من الفيديوهات، راه كاين واحد الفيديو ربما ما جايبوش معايا اليوم، كيقول لك أنا كيجيو عندي وزراء ومسؤولين من الدولة المغربية. هذا اللي سعد المجرد صوره هو كاين في الدار البيضاء وعنده الفيديو ديالو، واش غادي يزكي المسؤولين إذا ما جاو عنده؟ اش كيدير اليوم في الجزائر اذا ما كانت السيد متحصل على كل هذه الفيديوهات؟ ما هو الغرض ديالو انه غادي يبغي يغرق؟ يعني سعد المجرد واش بدنا له هذه القضيه قبل 6 اشهر واليوم كيحط الرحال يعني بالجزائر؟ غنعطيكم واحد الاشاره اللي هي قويه، رغم انه خرج مؤخرا، منين تحكم عليه يعني منين قضى الغرض، كما كنقولوا منين قضى الغرض وتحكم يعني سعد المجرد يعني بست سنوات، راه خرج دار واحد ستوري على اساس انه يتضامن مع سعد المجرد، ولكن ديك الساعة راه الغرض راه تقضى. فهنا نعطيكم واحد الإشارة اللي هي بسيطة جدا، عقلوا على هاد السيد هذا اللي أصبح ورقة محروقة في تركيا، وحنا كنعرفوا المشاكل اللي هي كاينة في تركيا، واللي حنا تكلمنا في كم من حلقة بأن الغاية ديالو الأولى وهي أنه يحصل على جنسية أخرى. هاد الغاية اللي عنده، هاد الحلم اللي هو عنده، لأن إنسان يعني منغمس في عالم ديال الإجرام، باسبور واحد راه ما كافيش، جوج ديال الباسبورات راه ما كافينش، ديما خاص تكون عنده المسألة ديال الاحتياط، لأنك كتنشط في المسألة ديال التجارة في البشر، النصب على عباد الله، بزاف ديال الأمور الخطيرة، ففي عالم الإجرام ديما خاصك جوازات سفر تكون عندك هزايدة، وهذا ما كان يطمح له، لدرجة كان غادي يمشي يدير داك الزواج ديال المثليين، هكا باش كان أنه غادي ياخذ المسألة ديال الجواز، ولكن اليوم بالتقديم ديالو لهذ الخدمة، عقلوا معايا على هذا الكلام، ماشي بعيد غدا ولا بعد غدا غادي تسمعوا يا اما عنده الباسبور او الجنسيه الفرنسيه، او لا غادي تسمعوا يعني كتبقى معقده شيئا ما، ولكن تقدروا تسمعوا عنده الجنسيه الجزائريه، وهذا الشيء راه ماشي بعيد. وانا بلا ما يقول لي شي واحد لا راه السيد في حيل اخر كيقول عاش الملك، اذا ما حسبنا الاساءات ديالو للملك، واذا ما حسبنا الاساءات ديالو للرموز ديال البلاد، غادي نلقاو اكثر مما يحسن في كلامه للوطن. وهذاك يعني المجاملة اللي كتكون من حين لآخر في حق الوطن، كتكون فقط لأن عنده مازال الزبناء ديالو من المغرب اللي كينصب عليهم. أما المواقف ديالو من المغاربة، كيفاش كيسب المغاربة، كيفاش كيسب الملك، كيفاش كيسب أبناء الشعب المغربي، المسألة واضح وحقد لا يحتاج أننا نزيدو نوضحو لكم أكثر من أي وقت، يعني ما كيحملناش، ولكن الشيء الوحيد اللي كيحبو فينا وهو المال ديال المغاربة للأسف اللي كينصب عليهم. يعني عالم الليل عالم مرتبط بالمؤامرة اللي تم يعني اللي تنصبات للأسف لسعد المجرد، وغادي تلقاو جوج ديال الناس كانوا كيخرجوا بقوة إعلاميا، سواء هاد طالوني هذا، سواء داك سيمونة اللي كاين في أمريكا حاليا راه فرحان بعد ما تم الحكم على سعد المجرد بست سنوات سجن. هؤلاء بجوج عليهم جوج ديال الشبهات اللي كتمشي بشكل اللي هو متوازي، والتورط مع المخابرات الفرنسية، والعلاقة هنايا ديال الزيارة اللي داروا مؤخرا للجزائر، ومجموعة ديال الانفصاليين اللي هما مغاربة اللي كاينين في فرنسا اللي مؤخرا هبطوا للجزائر. كل هاد الأحداث إذا ما ربطوها ودرتوا لها تحليل اللي هو بسيط، غادي يبان لكم كيفاش فرنسا كتحرك الأمور مؤخرا. وفرنسا ما كتحركش فقط على هذا المستوى، هذا فقط ملف صغير وسط مجموعة من الملفات. كنتكلموا مثلا على الملف ديال سعد المجرد،
هذا ملف صغير وسط مجموعة من الملفات. نمشي معاكم من غلاء الأسعار للمسائل اللي كتخص إثارة الفتنة اللي كاينة داخل السوشيال ميديا، بزاف ديال الأمور اللي كيتم الاستغلال ديالها، الملف ديال الفيز، بزاف ديال الأمور، والهدف الأول والأخير إثارة الفتنة داخل المغرب. وبلا ما نتكلموا على الضربات الحقوقية اللي كيتم صناعتها للمغرب، بلا ما نتكلموا على الملف ديال البيغاسوس اللي حاولوا يضربوا به المؤسسات الأمنية والعديدين، ما جينا نتكلموا على كيفاش الماكينة الفرنسية حاليا تشتغل باش أنها تضغط على المغرب. راه ما غاديش نساليو من استحضار النقط، وليس بغريب اليوم ينطاف الملف ديال سعد المجرد. ونعاود نقولها في إشارة بسيطة، من يعتقد بأن الحل غير موجود، يعني في هادشي اللي وقع على سعد المجرد، تسناو فقط. إذا ما فرنسا، أنا كنقول إذا ما فرنسا برد ليها راسها، غادي تلقاو بأن الحل طاح من السماء كأن شيئا لم يكن. ردوا معايا البال وخليوا هذا الفيديو مسجل ونتفكروه يعني فيما بعد. سي العالمي اون في دو نوي اي بارتي افيك لوي دون ان اوتيل او ان ميريت با هادشي. شوف، يتحمل جزء كبير من المسؤوليه، ما عن فيها ليه ولا لواه. السيد كيتعاطى المسائل ديال المخدرات هذه، حنا ما كنتكلموش على سعد. انا اي واحد كيضرب المراه نهز يدي عليه، اي واحد يعني كيتعاطى المسائل ديال هاد المخدرات وكل هاد الامور نهز يدي عليه بصفه يعني عامه. كيبقى المسألة ديال ولد بلادي، وكتبقى المسألة ديال أن ماشي هو المستهدف من هادشي هذا كامل، هادشي اللي كيبقى في كل حال. وخصوصا النقطة أن كما قلت لكم المسألة يعني تمت تحت عيون المخابرات، كأنه فيلم يعني واقع تحت عيون المخابرات، بحال داكشي اللي كتشوفوا من الأفلام. يعني السيد داك المشاهد كل اللي وقعات له، منين كان في الكباري حتى منين مشى للوطيل، حتى الواقعة اللي وقعت، كل ديك الأمور كانت تعرض كأنها فيلم يعني يعرض في نتفليكس. يعني الأمور تمت بهذه الطريقة، هذا هو الشيء اللي خلانا نتكلموا غيرة على الوطن ديالنا. أما شيء آخر، واحد يمشي يتعاطى المخدرات أو لكل هذه الأمور، هذا المسائل كتبقى مرفوضة وغير مقبولة، خصوصا أنك تهزي يديك على مرأة كيف ما بغات كل جنسية ديالها. هذه الأمور لا نطبع معها، ولكن السياسة الخبيثة اللي كتنهجها فرنسا في هذه الأثناء، هذا الشيء اللي ما عدناش معاه، وهذا الشيء اللي خلانا أننا نتكلموا يعني في هذه الأثناء. واليوم الناس اللي كان كيبان لهم بأن صوفيا طالوني إنسان بسيط وما يحتاجش ديك الضجة وكل هذه الأمور، ترقبوا. واللي ما شافش الحلقة 22، هادشي راه كنا تكلمنا عليه 6 شهور، كيفاش السيد عنده فيديوهات ديال سعد المجرد هو كاين في تركيا، ويعني طالوني كيصور داكشي اللي كيوقع في الدار البيضاء وكيوصلوه الفيديوهات، وماشي غير على سعد، على مجموعة من الفنانين بالمئات، وعلى مجموعة من الناس في عالم السياسة. كي كيدير ليها هذا؟ راه عنده الرتبة ديال المدير العام، هذا ربما في المخابرات، يعني ممكن نقول المدير العام، المدير العام ديال الناس اللي كيشتغلوا في عالم الليل للأسف. وهذا هو الخطر اللي دائما ما كنا كنتكلموا عليه، وبزاف ديال الملفات ملي كتمشي تقلب في آخر المطاف كتلقى بأن عندهم علاقة بهاد الشخص. دابا ملي كنشوفوا الإخوة الكرام، خصوصا بعض الفنانين مؤخرا ولاو كيمشيو للعالمية، كنقولوا فنانين ولاو كيوصلوا للعالميه، بحال مثلا تيزي دروس، بحال مثلا سعد المجرد، بحال مثلا بزاف ديال الممثلين. غنطرح عليكم واحد السؤال اللي كيبان بانه بسيط، واش هاد الفنانين هادو وصلوا للعالميه بالمجهودات الخاصه ديالهم؟ هذا سؤال. كاين اللي يقول لي نعم بسبب الصوت ديالهم، بسبب الصوره الحسنه ديالهم وكل. الجواب طبعا هو لا. الاخوه الكرام، هاد الناس ما وصلوش للعالميه، والعالميه ماشي سايبه، ماشي يدخلوها يعني بصباطيكم. واخا يكون عندك الصوت، وراه كاين بزاف الناس عندهم الصوت وما كيسمع لهم حد، كاين بزاف الناس عندهم الصوره ما كيشوف فيهم حد. هاد الناس وصلوا بكل بساطه للعالميه لان وقفات مراهم جهات اللي هي معينه. هاد النظام طبيعه الحال اللي كيوقف معاهم واللي كيوصلهم، كيف ما كانت التلفزه شحال هذه، يعني من ما كانوش وسائل التواصل الاجتماعي، كان معقد، كانت الامور معقده باش انك تدخل يعني للتلفزه بشكل عام، او لانك تبان في التلفزه. كذلك وسائل التواصل الاجتماعي حاليا، موقع اليوتيوب، كاين الناس اللي كيتحكموا في الارقام، كاين الناس اللي كيتحكموا في الاشهار، كاين الناس اللي ممكن يزيدوا بك القدام، كاين الناس اللي ممكن يرجعوا بك الوراء. هؤلاء ارقام حاليا ديال الفنانين اللي كيبانوا بانهم يصلوا للعالميه بشكل اللي هو سريع. المساله ليست بالبريئه، ومني كتنخرط مع هاد الناس اللي كيدفعوك انك يعني توصل للعالميه بشكل عام، راه كاينه شروط وكاينه ضوابط
إذا ما تم خرقها في آخر المطاف راه كتأدي الثمن كيكون غالي وغالي جدا. دابا غير هاد القفزة اللي شفتو مؤخرا، هاد القفزة النوعية اللي دار ديزيدروس في الأغنية الأخيرة ديالو اللي كانت فيها مجموعة من النقاط كيتكلم فيها على السياسة وجبد فيها القصار وبزاف ديال الأمور، بلا ما نتكلموا على دي رابور واحد آخرين اللي كيتكلموا حول غلاء المعيشة، كيتكلموا حول أمور حقوقية. واش هاد الناس يعني هاد الناس مجهودات خاصة ديالهم هادشي هذا؟ هادشي واضح من ناحية الإنسان اللي كيحلل الأمور واللي متبع الأمور، واضح كل الوضوح بأن هاد الناس كتوقف مراهم جهات وهي اللي كتدعمهم وهي اللي كتخلي أنك تكون عندهم أرقام ديال المشاهدات عالية من أجل أغراض معينة. هاد الناس غيديروا لاباس، غيشوفوا أرقام ديال المشاهدات غتكون عندهم حماية، ولكن نهار اللي يخرقوا الشروط والضوابط الله يرحمهم بكل بساطة اللي يطلعك يهبطك. المسألة بسيطة وبسيطة جدا. نشوفوا واحد اللي كان تكلموا مثلا على ديزيدروس اللي كان كيقول كلام في السابق، ولكن مورا ما غادي نخارط مع هاد الناس هادو غيتغير بسرعة البرق. ديزيدروس سمعوا معايا شنو كان كيقول في السابق، خصوصا في الكلاش ديالو لذاك الرابور دومبيك، شنو كان كيقول. سمعوا معايا الكلام ودقوا معايا في الكلام مزيان. هلونيك وسمع مزيان. دين مواد الراب لردكم كل هاريبا لردكم كل هاريبا لردكم كل هاريبا. كما سمعتوا معايا في الكلاش ديالو الطومبي كيقول يحرق هاد الراب لردكم كل هاريبات، ولكن إنسان اللي كيكون عينه في أشياء اللي هي كبيرة جدا راه ممكن يتخلى على المبادئ ديالو، وممكن هاد الراب يردو كل هاريبات، وغادي تشوفوا معايا الصورة بعد قليل. واش هذا هو اللي كان كيتكلم في الماضي حول الراب يحرق هاد الراب لردكم كل هاريبات؟ هنا ملي كيكون المقابل كبير، وملي كيكون الانخراط ديالك على مستوى كبير، وملي كتكون الالتزامات ديالك كبيره وعليك شروط اللي هي كبيره، كون متاكد انك ما كتبقى لا عزي ولا رجوله ولا قصحيه في اخر المطاف. كترطب وكترطب بزاف، وهنا في اخر المطاف ما غاديش يضرني انك اذا ما تكلمتي على قصر ولا على اشياء اللي هي كتعتبر من الثوابت ديال البلاد ديالي والاساءه لها. يعني في اغنيه من الاغاني كتعتبر اساءه بليغه، ولكن ملي كتبان بأن التقلب ديال الإنسان يعني في الكلام ديالو مرة على اليمين مرة على اليسار، هاد الأمور لا تؤثر في شيء، لأن إحساس ديال الرطوبية كيعطي بزاف من هاد الصورة هذه، لأن عزيزي في الماضي واليوم الرطوبية عطات بزاف من الصورة اللي كتشوفوها الإخوة الكرام أمامكم. دابا الإخوة الكرام ملي كنتكلموا حول هاد الشخص هذا، ملي كنقولوا هاد صوفيا طاروني وهاد الخطر الأمني اللي كنتكلموا عليه درجة رقم واحد، وهاد التخابر ديالو ضد البلاد وضد المؤسسات ديال البلاد، والإساءة للصورة ديال الملك، والإساءة للرموز ديال البلاد بشكل عام، والتهديد ديال المغاربة، وكل هاد القيامة اللي قايمة. وملي كنمشي أنا كنلقى راسي كندير مجهود بوحدي، يعني كنتواجه معاه بوحدي شخصيا، لأنني عارف الخطر اللي كيشكلو هاد الشخص هذا. وملي كنمشي نقلب على مستويات أخرى كنلقاهم كيديروا له الإشارة. راه حنا شفنا شنو كان وقع في القناة الثانية، شفنا شنو كان وقع في مجموعة من الراديوات اللي كانوا كيروجوا له المسألة ديالو، شفنا كيفاش مؤثرين وممثلين مغاربة مشاو عنده لتركيا داروا له الإشهار. ولكن باش أن راديو مغربي، شوفوا معايا الإخوة الكرام، لا غنسولك نسول الصحافي هنا، ما هو الهدف أنك تجيب واحد السيد وتقول له شنو الرأي ديالك في الصديقة ديالك؟ ماشي هو السيد راه ذكر كيتكلم عليه بصفة أنثى، أين هي الهيئة العليا الاتصال السمعي البصري من هاد التفاهة اللي كتوقع؟ وما هذا راه إجرام أنك تدير لي إشهار لواحد الشخص اللي هو منغمس في عالم الإجرام؟ هذه راه جريمة بحد ذاتها، لأنك هنايا كتدفع المغاربة أنهم يمشيوا نحو النصب والاحتيال. شوفوا معايا السيد شنو سولو، شنو علاقة اللي كتجمعك بالصديقة ديالك صوفيا طالوني؟ أول حاجة أنت صحافي ما خصكش أنك خصك تسمي الأشياء بمسمياتها. كيفاش بالصديقة ديالك؟ الشخص هو ذكر ماشي أنثى. وسمعوا معايا الجواب اللي غادي يكون فيه إشهار. شوفوا الإخوة الكرام كيفاش كاينين الناس، ماشي ناس، كاينين جهات كيمشيو عكس التيار ديالنا. حنا بطبيعة الحال كنخدموا لصالح هذا الوطن وصالح الشعب المغربي، باش أن الناس ما تمشيش تنصب على تما، وعندنا غير على الثوابت ديال البلاد ديالنا. ولكن للأسف كتمشي كتلقى ها هو اليوم كاين الريحة ديال التخابر الفرنسي فيه، بيناها بالدليل، لأن قلنا بأن ما كاينش شي واحد عنده الفائدة أنه يغرق سعد المجرد إلا وعنده علاقة مع المخابرات الفرنسية. السيد كيقول لي أجري عندي عليه فيديو مصور، واللي صوركم راه كان جالس معاكم في الجلسة العهرية، وانتم كديروا له الإشهار. صوفيا طالوني
اسمع معايا الاخوه الكرام، صوفيا طالوني واحد الانسانه، واحد الانسان ما مهم هي ما عزيزش عليها اللي يقولها انسان. واحد الانسانه اللي الله يعمرها دار كدير الخير. بلا ما نكملوا الفيديو، انسان الله يعمر لها الدار كدير الخير، ملي مشيت عندها شفت في الدار ديالها بزاف ديال الامور اللي هي جميله، واعطاء صوره حسنه حول هذا السيد هذا. انا باش غادي نعاودوا نرجعوا الاخوه الكرام، الخطر اللي احنا كنا كنحضروا منه مش حال هذه، الان غادي تبدا توضح لكم الصوره اكبر، وكيفاش العلاقه ديالو بعالم السياسه، وكيفاش العلاقه ديالو بعالم التخابر. غادي تبدا توضح لكم الصوره اكثر، خصوصا من خلال المحاكمه ديال سعد المجرد وهذا الشيء اللي كتمارسه فرنسا حاليا من ضغوطات على المغرب. الان الاخوه الكرام غادي نمشيو، مادام اننا تكلمنا على هذه المساله ديال الاعتداء على المراه بان يعني واخده واحد المستوى كبير يعني من النقاش، حنا للاسف هذا الشيء في يوتيوب المغربي غير كيسترزقوا به، لان دابا مؤخرا راه كاين الناس حالين القنوات، الام كتهم يعني في الزوج ديالها بانهم كرفص على بنتها كتخرج ترد عليها وكل هذه الامور والاتهامات يعني بالاعتداء والاغتصاب، ولا شيء عادي جدا. الناس ولاو كيديروا على هادشي فيديوهات باش انهم يترزقوا من اليوتيوب، ولا من يتدخل، رغم ان الموضوع شفناه يعني في فرنسا شديد الحساسيه. شوفوا معايا لي خوكم، علاش بالضبط دابا عاد طلبتي بالخبره؟ يعني كنت شحال هادي دابا انت ما تصنتيش الكلام اللي قلت قبيله، واخوه هو الطريق. لا ولكني قبل، يعني انت كنتي شاكه قبل من خوه، يعني كنتي شاكه وكنتي كدرك شي حوايج، ما كانتش كتعطيني الطعل البنت، كانت كتفلت لي كتقول لي غضحكت معاك كذبت عليك، ولكن انا شاكه حيت كنشوف داك الشيء ماشي هو داك في الدار. كنكون نعسه في الليل الراجل كيفيق تمشي لبيت النعاس ديالها، حيت كنكون نعسه في الليل الراجل كيفيق تمشي لبيت النعاس ديالها، شويه كنسمع الراجلين كيمشيو طططط كيمشيو للبيت البانكو، تنقول لها ميمتي الحبيبه ما قديتش ما قد كنقول وي لي هذا الشيء راه خطير، واش فهمتيني الخطير، ولكن تاكد لي منين عرفت البنت وانا شفت شي حوايج ماشي هما هذوك. تصور انا كنوض من الفراش ديالي وتا البنت تجي للفراش ديالي تجلس فيه كدير راسها زعما هي كتبغي باها وديك الشيء كتجلس معاها هكا، واش انا با نمشي انا عزبه قدك كنمشي نبا عند الفراش؟ انا كنتي كتلاحظي حاجه ما كتدخلوش للعقل. لا كتمشي كتمشي تبا الفراش تجلس هي ويا في الفراش، فهمتيني؟ يعني شي حوايج اللي انا كنت كنقول زعما غير حيت البنت باها كيبغيها كيحن فيها، ولكن حتى الفراش اللي كنجلس فيه المراه والزوج ديالها كتدخل بحال دابا. انا حيت انا ما فهمتش هادو كيفاش مازالين واخدين الراحه ديالهم في هذا الموضوع اللي هو حساس وحساس جدا، وكينكتوا به يعني في اليوتيوب وكيديروا به حلقات، والصحافه كتجي كدير معاهم يعني لقاءات والبروباغندا حول هذا الموضوع اللي غادي يولي بان بسيط ومطبعين معاه المغاربه حتى داخل العائله، حتى بين الرجل والمراه وبنته وكل هذه الامور. يعني المساله خطيره وهذا الشيء هذا خصو يوقف عند حده، خصوصا هذه العائله اللي بزاف الناس راسو يهضر على هذا الموضوع. انا ماشي كنشوف ان هذا الموضوع عاد تافه، والسلطات المعنيه خاصها دير حد في حال هذيك المسائل، ما نضيعوش فيها حنايا الوقت. انا ربما اليوم خسرت عليهم جمله، ما غاديش نعاود نتكلم على بحال هذه الامور، لان كتبان ليا بان تافهه، والمغرب ما خصوش يتساهل بحال هذه المواضيع تقطروج يعني بهذه السهوله وبهذه الليونه، حتى انه كيبان بان المغرب في هذه المسائل يعني كتوقع بشكل هو عادي. انا الاخوه الكرام انتقلوا للموضوع ديال المؤثره ميمي اللي مشات كتقدم مساعدات يعني الناس اللي هما فقراء، وغادي تنوض عليها واحد الضجه يعني في وسائل التواصل الاجتماعي. هنا بطبيعه الحال شوفوا الفيديو ثم نعود. اذا هذا هو الفيديو اللي كتشوفوا امامكم ديال المؤثره ميمي كتفرق يعني مساعدات، فيما بعد غادي تنوض واحد الضجه اللي هي كبيره، خصوصا بعد ما غادي تدخل السلطات وغادي توقفها، لان المساله تحتاج ترخيص. وهنا باش غادي تدخل واحد الراقصه مغربيه معروفه وغادي تبدا يعني الطعن فيها هي بشكل عام، في المصداقيه ديال الرغبه ديال هذه السيده انها تقدم يعني مساعدات. اول شيء الاخوه الكرام غادي نتكلم لكم حول الشهاده ديالي حول هذه السيده اللي كتبين بان اللي تبين لي من خلال المتابعه ديالي مجموعه من المقاطع ديالها والتحليل ديالي لشخصيه السيده، كتبين بان عندها حب للوطن ولا للشعب المغربي ولا الملك ديالنا غير عادي، عندها حب غير عادي وما فيش ضره ديال النفاق. وهنا نقطة ثانية، ما يمكنليش أنني نشكك بأن هاد السيدة هادي مشات أنها تقدم هاد المساعدات، هاد العمل اللي مشات ديرو دارتو عن حسن نية. يعني المسألة أولا ربما الجهل ديالها بالأمور القانونية أولا كل هذه الأمور اللي وقعت كانت تحتاج إلى نقاش وتوجيه بسيط، ولكن أن هاد الراقصة غادي تخرج وغادي تبدأ تقول أمور نسمعوها ثم نقوم بالرد.
ديال ميمي الطقطق انه وقع لها مشكل في دوك التبرعات اللي دارت باوي يفالي سي اتوندغ ان جور سو كيل فورم اين اوتوريزاسيون على اين اسوسياسيون لي فاكتور منين جاو دوك الفلوس راه ماشي يجيو وفرق القفف واش هاد السيده حتى حد ما كينصحها حتى حد ما كيقول لها راه كاينه واحد لا استراتيجي راه كاين واحد البروتوكول خص اول حاجه بالنسبه لاخت ميمي يعني ما كانش انها خصها ترد اول حاجه المستوى ديال الانسان اللي كيرد راه باين واضح شكون اللي كيرد عليك ما ردوش عليك المغاربه اللي رد عليك راه باين شكون هو هذا اول شيء ثاني شيء هاد الجرأة ديال هاد الراقصه تنوض انها تتكلم حول داك الشيء اللي تكلمنا عليه لسنوات ديال هاد الناس اللي كيستغلوا المساله ديال الاحسان العمومي اللي كاينه سوء النيه ديال بصح الناس اللي كيسترزقوا على ظهر الفقراء واللي كيجمعوا التبرعات على ظهر الفقراء علاش هاد الراقصه مايا ما عندهاش الجرأة وما عندهاش الشجاعه وتتكلم على هؤلاء اولا لان هؤلاء الاخرين يعني متضلعين في عالم الإجرام وغادين وضولها وحقرات على الحيط القصير اللي هو ميمي المسألة هنا غير معقولة وهذا الكلام غير مقبول السيدة إذا ما دارت الأمور وحنا عارفينها كينا حسن نية ما تحتاج إلى نقاش وربما هاد يعني هاد الواقعة اللي وقعت مؤخرة لميمي فيها خير أنا كنشوف فيها خير مزيان أنه تعطاها درس اليوم المغاربة وقفوا معها ولكن تعرف يعني من زاوية أخرى كاين اللي كيستغل هذه المسألة ديال المساعدات يعني بطرق اللي هي خبيثة كيمشي يصور دوك الناس عن سوء نية وكيدير بزاف ديال الأمور عن سوء نية ماشي بحال النية اللي مشات بها ميمي هادشي اللي غادي يخليها يعني في المرة المقبلة إذا ما وجهناها واحد التوجيه اللي هو مزيان غادي تحترم يعني تمشي دير الوثائق ديالها بطريقة اللي هي قانونية وتقدم المساعدات بطريقة اللي هي قانونية ماشي بهذه الطريقه ديال النوض ونطعنوا في الشخص ونطعنوا في المصداقيه ديال الشخص ونخليو الناس اللي كيمارسوا في الاجرام الحقيقيين ما نقدروش اننا نتكلموا عليهم واليوم شي واحد تكون عنده الجرأة ينوض يتكلم لنا على هذه الجمعيات وعلى هاد الناس اللي كاينين في الفيسبوك ويتكلم لنا على هاد الناس اللي عندهم قنوات في اليوتيوب اللي كيديروا المساله ديال الصينيه واللي كيجمعوا على ظهر الفقراء شي واحد اليوم بغينا تكون عنده الجرأة والرسالة ديالي موجهة أيضا لهاد الراقصة نوضي تكلمينا على هاد الناس إلى ميمي درتها غير مرة هاد الناس راه هذا هو العمل اليومي ديالهم ملي كيجيبوا القوت اليومي ديالهم نتمنى أن تكون عندك الجرأة تكلمي عليهم ونتمنى أن تكون عندك أيضا الاستمرارية لأن ربما ما يخليكش في خاطرك أنك تتكلمي أما المسألة ديال ميمي توجيهات بسيطة السيدة كنعرفوا عندها حب كما نقول غير عادي وما فيش ضرر ديال الشكل للوطن للملك للشعب السيده يعني صافيه كما نقول ونقيه من الداخل دارت واحد الامور ربما ما انتبهتش لبعض الامور اللي كتبان بسيطه ولكنها معقده نوجهها ليها ثم انتهى اذا الاخوه الكرام نتمنى تخليوا لي الاراء ديالكم بخصوص كل الامور اللي ناقشناها خلال هذه الحلقه كنضرب لكم موعد في حلقه مقبله كنتوا معنا في الحلقه 45 من حلقات اسطنبول باي نايت نتلاقى في حلقه مقبله والى اللقاء